لأجل بناء مجتمع تنموي، تحرص الجامعات والمؤسسات التعليمية في المملكة العربية السعودية على إثراء المهارات الفردية لطلابها ومعلميها. لذلك كان إنشاء الشركة الدولية للتعليم والتدريب المتقدم آيسيت كشركة سعودية رائدة في إدارة البرامج الأكاديمية وتطوير التعليم الجامعي والتعليم العام عن طريق استخدام التكنولوجيا الحديثة وبناء شراكات عالمية متخصصة في تطوير التعليم لبناء مجتمع معرفي يستطيع التجاوب مع الاحتياجات التنموية لأبناء المملكة العربية السعودية. على مدار 5 سنوات نجحنا في كسب ثقة عملائنا من خلال تمسكنا بقيم ثابتة، ربط استراتيجياتنا وأهدافنا مع توجهات عملائنا، وعزمنا على أن نكون قيمة مضافة لأي شراكة. وبفضل الله وصلنا حتى الآن لتدريب أكثر من 70,000 طالب وطالبة في المملكة العربية السعودية. إن الكوادر التي تفتخر بها شركة آيسيت تم اختيارها بدقة وعبر نظام احترافي فريد من نوعه لضمان توافق المؤهلات المعتمدة والخبرات المميزة مع متطلبات عملاء الشركة. آيسيت is a company that understands its role in the learning outcomes for students and takes this responsibility very, very seriously. In order to ensure that students have the best possible learning outcomes, we need to ensure that the teachers teaching them are right and that they stay in the program for the entire academic year. What ICT does is a very, very stringent recruitment process that eliminates those with fake qualifications or the wrong competencies for this particular teaching position. To adjust to Saudi Arabia and Saudi Arabian culture pretty easily. I think part of the reason is because of ICT. Before I left the States, they provided me with plenty of information. And when I arrived, I felt like I was very supported and I felt very comfortable right off the bat. So, so far it's been really great and I'm happy to be here and I've extended my contract because I love Saudi. During the orientation, I became familiar with the Saudi learners, which made it easy for me to teach them and prepared me for the classroom. I've been with ICT for a few years now. When I first arrived in Saudi, it was the first time I'd ever been to Saudi. And ICT made the transition very, very easy for me. They fully support the teachers. They supplied us with accommodation, beautiful, brand new accommodation, where we have everything we could possibly need. We have shopping trips 4 times a week. We have computers. We have a lovely gym. ICT basically make our lives really easy so we can do our job effectively. تحرص شركة ICT على توظيف الكفاءات السعودية في مشاريع تعليمية مختلفة، وتسعى لتطوير أدائها من خلال برامج تدريبية مستمرة، وبذلك تحقق ICT دورها في تنمية الكوادر السعودية. تتميز الشركة الدولية آيسيت بأنها من الشركات القليلة التي تؤمن بفعالية الأنظمة التكنولوجية في إدارة أنظمتها ومشروعاتها، وذلك باستخدام وتصميم أحدث الأنظمة التكنولوجية التي تخدم أهداف عملائها وتحقق أعلى مستويات الجودة. وبحمد الله حصلت الشركة على شهادة الآيزو 9001 عام 2008 لجودة الإدارة، حيث تتبع الشركة إجراءات وعمليات محترفة في تنفيذ أعمالها وأعمال عملائها. تتميز شركة آيسيت باستخدام نظام موارد بشرية إلكتروني متقدم يضمن السرعة في الأداء، الاحترافية في تقديم الخدمات، وشفافية التواصل مع الموظفين والعملاء. خلال السنوات الماضية نجحت شركة آيسيت في عقد شراكات مع شركات عالمية ومحلية لتقديم مستوى عال من الخدمة يرضي طموحنا كشركة في تحقيق متطلبات العملية التعليمية والتدريبية في المملكة العربية السعودية. ومن أهم هذه الشركات شركة MKCL العربية التي أعطتنا بعد فريد من نوعه وجديد في الخدمات الإلكترونية للتعليم والتدريب.
شركة MKSL العربية هي الوحيدة التي توفر محتوى إلكتروني تفاعلي للتدريب على أساسيات تكنولوجيا المعلومات، وتم اعتماد هذا المحتوى دوليا من كبرى شركات الاعتماد الأكاديمي. استطاعت شركة MKSL العربية من خلال شراكتها مع شركة ICT توفير منظومة تعليم إلكتروني متكاملة ونظام اختبارات إلكترونية محوسبة، وتم تطبيق ذلك بنجاح بالسنوات التحضيرية بالعديد من الجامعات السعودية. في النهاية، استراتيجياتنا وأهدافنا كشركة تصب في مصلحة الطالب والطالبة اللي هم أولادنا وبناتنا.